الفنادق الفخمة الخمس نجوم تدري ايش قد الزائر اللي يجينا من برا ياخذون من عنده؟ أيه. طبعا مو العراق، اكو شركات هي من برا تدير الملف مال السياحة داخل العراق، هذه أول مرة بكل العالم. شلون هاي؟ المفروض وزارة الثقافة والسياحة، هيئة السياحة هي تدير. زين. أرقى فندق عندنا 18 دولار الغرفة. زين. 18 دولار. 18 دولار؟ مع وجبة إفطار مع فواكه. عجيب. نفس الفندق هذا. سعر رخيص؟ طبعا جدا بخس. من ترجع هذا للسائح الاجنبي او للزائر الاجنبي؟ للزائر من تروح بنفس دولته. اي يروح العراق بنفس دولته اكثر من 60 الى 70، قد يصل طبعاً الى 120 دولار. يعني احنا مغصوبين على هاي القصه؟ طبعا. اها طبعا مو بيدنا، دوله جاره هي من تتحكم بالسياحه بالعراق. يا هي ايران؟ ايران نعم. اها الشركات الايرانيه هي اللي تتحكم بالسياحه بالعراق، يعني مالك زمن الهدام صدام مجرم، بس اكو اتفاقيات بين الدول.